لم يكن النظام الملكي المحتل للصحراء الغربية يتوقع أن يصدر مقال من هذا الحجم في صحيفة الاندبندنت الإسبانية الذي يشرح كل ما يجري من مخططات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية على لسان موظف في وزارة الداخلية المغربية. المعلومات الواردة في المقال وأهميتها وقدرتها على تشخيص هذا الواقع الذي عاشه الصحراويون لمدة 50 سنة سيكون له ما بعده فيما يستقبل في أرض الصحراء الغربية المحتلة، وخاصة في مستقبل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. فبداية حل أي مشكلة تنطلق من تشخيصها، ونحن اليوم حينما نتابع مضامين هذا المقال الصحفي نعرف كيف أن الاحتلال المغربي قد فشل في تنفيذ كل مخططاته الاستيطانية ونهب الثروات وكذلك الاعتداء على الحريات في منطقة الصحراء الغربية، بما كان يأمل الاحتلال المغربي أن يكون سدا منيعا أمام إيمان الشعب الصحراوي بمشروعه الوطني للاستقلال تحت راية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتنفيذا لفكر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليزاريو. فخمسون سنة من تواجد الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وعبر أذرعه المختلفة بما في ذلك الحركة الذين يتواطؤون مع الاحتلال المغربي وينهبون ثروات الشعب الصحراوي في مقابل أن يساعده على التواجد إلى ما لا نهاية في هذه المنطقة، أثبت كل ذلك فشله. فاليوم الشباب الصحراوي والشيوخ الصحراويون وكل أفراد الشعب الصحراوي سواء كانوا داخل المدن المحتلة أو خارجها يؤمنون بالمشروع الوطني ويعلمون أن لا مستقبل لهم في ظل الاحتلال المغربي، وأن مستقبلهم سيكون في إطار الدولة الصحراوية. لابد طبعا من بعض الإجراءات، وخاصة الإجراءات الميدانية، ومن ضمنها تكثيف عمليات جيش التحرير الشعبي الصحراوي وفضح ألاعيبه أيضا على مستوى العالم، وخاصة على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى الأراضي الأوروبية. ورأينا كيف أن فرنسا باتت مكانا موجعا بالنسبة للاحتلال المغربي، لأن كل مخططاته أيضا تتكسر أمام فعاليات الجالية الصحراوية هناك ومسؤولي كذلك الجالية الصحراوية الذين يقومون بدور كبير عبر ممثليات الجبهة في أوروبا. كذلك نشاهد أن هناك عمليات تهجير واسعة للشباب الصحراوي انطلاقا من استعمال مبدأ المحاصرة في المدن المحتلة، مما يضطر معه المواطن الصحراوي إلى اللجوء إلى مطارات دولية كمطار باراخاس المدريدي الذي يتواجد فيه حاليا حوالي 60 صحراويا جميعهم مهددين بالإبعاد نحو المغرب، بالرغم من أنهم ليسوا مواطنين مغاربة، وإن كان كثير منهم يحمل وثائق ثبوت مغربية، ولكنها وثائق صنعت في ظل الاحتلال وأرغموا على حملها كما يحدث دائما في فترات الاستعمار. كذلك نشاهد أن هناك جاليات صحراوية كلها لاجئة في الخارج ليس بسبب نقص الثروة الصحراوية في المدن المحتلة، ولكن بسبب استفراد المخزن وأذرعه بتلك الثروة، مما جعل الصحراوي فقيرا في أرضه كما هو حال المغربي فقيرا في أرضه بسبب الاحتلال نفسه. الفرق بين الشعب الصحراوي والشعب المغربي أن الشعب الصحراوي يؤمن بأنه محتل ويدافع عن رفع الاحتلال عنه عبر العديد من الوسائل بما في ذلك الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية، لكن الشعب المغربي لا زال لم يتفطن أنه أيضا هو محتل من نفس النظام العلوي الذي لم يعد له مكان في هذه المنطقة، وقد تحول إلى فيروس ومجرم لم يسلم الكثير من شعوب المنطقة من إجرامه.